فإذا قيل لك: أليس الله جل وعلا بقادر على أن يخرج من شاء من النار ابتداء من غير شفاعة الشافعين؟ أليس هو جل وعلا بقادر جل وعلا على أن يفتح أبواب الجنة وأن يرفع درجات من في الجنة من غير شفاعة من يشفع؟ فقل: بلى، هو جل وعلا قادر، ولكن لهذه الشفاعة فائدتان: إكرام الشافع يوم القيامة أمام الله وأمام الملأ بأن له مكانة ومنزلة حيث شفع. الفائدة الثانية هو إيصال النفع إلى هذا المشفوع الذي يحتاج إلى هذه الشفاعة.